يفركس الراجل يفركس على الخدمه، الشركات يفركسوا على البنات باش يخدموا، والبنات يفركسوا على الرجال بخدمتهم. كيفاش نراو الوضع؟ سؤال هذا خاطر كل واحد يحب يعمل على الاخر، كل واحد معمل على الاخر، معمل على الاخر. باهي توا كي الشركات تقبل البنات ما تقبلش الاولاد. البنات خدامة، الرجال يكركروا. اي يكركروا. باهي، علاش شركات يقبلوا بنات اكثر من الاولاد؟ خاطر ربما يخلصوا اقل ويخدموا اكثر. اكثر سويع واقل شهريه، ذيك علاش البنات يرضوا بكل شيء. والرجال يتشردوا. الرجال يتشردوا. باهي، اش يعمل الراجل هناك ما يقبلوش في الخدمه؟ ويحب يعرس هكا بطال، والبنات تقول لك ما ناخذش بطال ناخذ واحد يخدم. يلزم يقبل بالواقع ويخدم على روحه هكا. يقبل اي خدمه؟ بيان سور يقبل اي خدمه، ما خير ما يقعد بليش. اي انا عندي اولاد مازالهم ما يخدموش. متخرجين؟ متخرجين. دونك معناها كلامك صحيح، فما نسبه معناها نشوفوا معناها نسبه البنات يخدموا اكثر من الرجال، ما عرفش شنو السبب. اي علاش الشركات تنتدب البنات اكثر من الاولاد؟ اذا انت والشركه، اذا كان شركه معناها تكون تحب على الديكور وعلى الفترينة باش تنتدب بنات، ثم زاد فكرة أخرى أن الأولاد معناها ما همش متحمسين برشا معناها الأعمال العادية. أي أنت كبنية كي تمشي تشاركة ينجموا يقبلوك، بينما أولاد ما يقبلوش، وأنت كي تحب تعرس يلزمك تفركس على راجل بخدمته، إيش باش يعمل الراجل لهنا؟ ما يعرسش. يقعد باير خير والله. يساعدكم أنتم بنات؟ أنا ما يساعدنيش الحق والله. شنو يعني واحدة باش تاخو راجل ما عندوش خدمة و... يعني شنو فايدته بالرسمي والله؟ هو مسكين ما لقاش خدمة زيادة، اش باش يعمل؟ يقعد تحت رحمة مرتو شنو؟ ما يجيش. ما نقولوش يقعد تحت رحمة مرتو، هو ماذا بيه يلقى خدمة ويعرس ويعمل عائلة، لكن هو ما فماش خدمة. فماش خدمة، تونس خايبة هذيك هي. تونس خايبة. فما شكون يقول الشركات يقبلوا البنات ما يقبلوش الاولاد على خاطر البنيه تخدم بقل شهريه وتعطي اكثر روندمون؟ حق انا ما نجمش نفيدك برشا، على خاطرني انا مازلت نقرا، ما نعرفش كيفاش يتصرفوا هما في الشركات ولا. انت مازلت تقرا، مازلت ما دخلتش سوق الشغل، نهار اللي تتخرج على ربي يسهل لك باش تلقى خدمه انت ربما اسهل من اللي يلقاها اولاد. بالطبيعة خاطرني أنا طفلة، خاطر هما يلوج كما قلت أنت يعني يحبوا شكون يخدم بقل سالير و جينيراسيون تاعك كي يدخلوا لسوق الشغل، البنات باش يقبلوهم الأولاد باش يقعدوا بطالة، كيفاش باش تعرسوا؟ ما يعرسوش، يقعدوا كيكة والله. قلت لك من بكري ديجا ما ينجموش يعرسوا، حتى كان عرسوا يبقوا تحت رحمة نسيهم يعني. ترضى تاخو راجل تصرف عليه؟ لا ما نرضاش، حتى نصرف على روحي أنا باش نصرف عليها و... والله برفانيت ولبسة وواحد باش نصرف على راجل، كيفاش راجل وما عندوش فلوس؟ والله بالرسمي ما عندوش خدمة وما عندوش فلوس، كيفاش؟ يعني الرجولية تتقاس بالفلوس؟ ما تتقاس بالفلوس، أما كوميم لازم على الأقل يكون عنده خدمة قارة. صافا هكاك لازمني نمشي. خدام أحزام لا؟ هكا هكا. نقترح عليك بناية نهارو بخمسين دينار وأستاذ شهريته مليون وميتين، شكون تق؟ أستاذ شهريته مليون وميتين. بناية لا؟ لا، خاطر ما عندوش خدمة قارة. ومن بعد كي مش نعرسوا ونجيبوا صغار وواحد باش وكري، وكان هذا ما عندوش دار وواحد ما نجموش. في تونس راجل يلوج على الخدمه ما يلقاش، على جال الطفله تخلص اقل وتخدم يمكن تعطي روندمون اكثر. البنيه تلوج على راجل بخدمته اكيد باش تضمن روحها، ما يبقاش حق هذاك من حقها. شنو هي تو كيفاش عملنا؟ الشركات يحبوا يخدموا البنات، البنات يحبوا ياخذوا الرجال اللي تخدم، والرجال ما لقتش الخدمه. هذه مشكله بالحق، هذه مشكله في تونس اللي هي الرجال بحق ما عادش يلقى خدمه، وما عادش باش يخدم باش يعرس،
وهي البنيه من حقها باش تعرس وعندها عمر معين باش تعرس. ينجم يكون هذا سبب في تفاقم ظاهره العنوسه؟ اكيد 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 الدوله ضربه النوم تعمل حل. شنو هو الحل حسب رايك؟ علاش تعمل تعاون باش يعرسوا، تعاون تعمل تحاول تخدم الشباب، تحاول البنيه تلوج على راجل بخدمته، هي بطبيعتها شدت له بلاصته، تحب تاخذ واحد يخدم، كيفاش عملنا جمليه؟ هي من حقها باش تخدم، هي قرات وتعبت زاد وكذا، من بعد ما تخدمش هي من حقها باش تخدم، وكل راجل كذلك من حقه باش يخدم. هي هذه مشكلة الدولة، تمشي تصرف تعمل حلول للعباد الكل تخدم، في أوروبا ما لا تخدم العباد الكل، رجال ونساء تخدم ونس كل أمورها واضحة. معقول جدا، هذه تعرف تعود معناتها للوضع الاقتصادي اللي عندنا والوضع الاجتماعي. هي ثم منظومة معناتها في مخ التونسي ساعة يحبها تخدم ساعة قبل كل شيء. نسيتوا الجانب هذايا، والولد التونسي والرجل التونسي قبل ما يسأل على العائلة قبل يحب المرأة تخدم. فهمتني؟ وبالتالي الاشكاليه هذه ما تتحل الا معناتها بحل معناتها سياسي واقتصادي معناتها رشيد. نشوفوا توا معناتها في تضارب معناتها المصالح وتداخل معناتها المصالح معناتها الداخليه، والمشاكل هذه الفوندمنتال قاعده معناتها ضايعه، ما ثماش حلول معناتها لا اجله ولا عاجله. والوضعيه الشباب وضعيه معناتها مزريه لاقصى الحدود، محبط شباب محبط. انا جو سوي ريتريتي ديبوي معناتها 10 سنة، عندي ولادي، عندي ولاد جيراني، عندي ولاد اخواتي، كذا راهو يعيشوا في وضعيه معناتها نفسانيه محبطه الى اقصى الحدود. مع كل اسف، فهمتي، لابد من فتح حوار، فهمتي، بين الاجيال، وفتح حوار معناتها منابر، معناتها منابر حقيقيه، مش منابر معناتها نتاع سبني ونسبك واعطيني ونعطيك وتتنزل لي ونتنزل لك، باش نلقاو معناتها حلول معناتها لهالصغيرات هذو. بالله انا الشعار هذا نبعد عليه على طول، ما نخليهوش في دماغي ومنحبش نسمه. البطالة الموجودة الحالية أن الدولة ما هيش في المستوى، ومهما حكومة تجي تعطي كان الوعود وكان الواحد وما ثم حتى شيء. أنا راهو في عديد الملتقيات هكا والاجتماعات العامة وبعض الوزراء والواحد أعطيتهم حل بسيط. احنا الاراضي، احنا البلاد نتاعنا راهو فلاحيه، راهو غلط وقت تقول لي صناعيه، غلط، صناعيه معقول، اما بالدرجه الاولى فلاحيه. ثم اراضي، الاراضي هكية يعطيوها للشباب وبالتنسيق مع الخبراء الفلاحيين، وراهو حاجه بسيطه هي ناخذ هكتار توا ونعملوا نتاع عنب، فهمت ولا؟ في عام يعطي، في عام يعطي الانتاج نتاعو، ثم يعملوا لابار ويوزعوا على الواحد، توا تولي بلادنا مزدهره واحد. هذا ميدان واحد راهو، اما هكا ميدان نتاع القرايه وياخذ الباك والدكتوراه وكذا وبعد يولي ملوح، اما تصميم يحبوا توا يعني يحبوا يخدموا. وانا نعرف الكثير لو مساكن يعني ثم واحد لو كان يقول لك ما تصدقنيش عنده الدكتوراه وهو يخدم في السيكوريتي عز في عماره. ماهيش معقول هذا، هذا خاطر البلاد والحكومات ماهماش مؤهلين باش يباشروا العمل هذا، راهو احنا عندنا ثروه. ثم اللي يقول انه الشركه تخلص البنايه اقل وتخدم له اكثر. هي هذا صحيح موجود في المجتمع معنا، ونشوف فيه في المصانع في الشركات الكبيره انه البنايه ترضى معنا بالشهريه معناها قليله، بينما الولايات ديما عنده طموح اكثر، خاطر هو باش ينفق وباش يبني دار وباش يعمل كذا، دونك لهنا معناها تولي نسبه البنات تخدم اكثر، نسبه الولايات ديما مسكين يبدا عنده طموح لكن ما يوصلش. معناها في بلادنا صعيب شويه، معناها انه الشاب المتخرج تويكا معناها يلقى حظه، فهمتني؟ في تونس اللهم اذا كان باش ما نقولوش كلمه اخرى معناها يبدا عنده معناها يعني لغة تونس عنده شكون يخدم ما عندوش، معناها صعيب شوية، فهمتني؟ توا تونسي يقرا يتخرج يضرب حتى بالعشرة بالخمسطاش سنة بطالة، تقريبا شبابه مشى زيز، شنو هو ذنبه الشاب في تونس؟ والله واش نقول لك، معناها فما زوز أنواع نتاع شباب، فما شباب اللي معناها يعتمد على روحه
يكون روحه ويفركس يخدم يلقى. فما اللي هو معناه يكون شوية متخاذل معناه وراضي بالراحة ويحب حاجة تجيه معناه حاط ليديه. معناه نشوف معناه علاش تور نرجع حكيت البنات، البنات معناه قاعدين يعملوا فورماسيون أكثر، كونوا روحهم أكثر، يقراوا أكثر، بينما الشباب نسبة قليلة معناها اللي باش يضحي ويكون روحه وكل شيء. بون تونس صحيح معناها تونس تمر بأزمة اقتصادية معناها كبيرة أثرت على سوق الشغل في تونس وعلى الشباب، وذاك اللي خلى معناها ثم نسبة كبيرة من الشباب معناها قاعد يحرق وقاعد يخرج وقاعد معناها يفركس كيفاش معناها يخرج من بلاده. فوالا توا انسان متخرج يقول لك انا ما نخدمش في معمل او في لافاج او في شركه، يا اخي انا قريت باش نمشي نخدم خدمه هكا. والله انا معناها عندي خبره في المجتمع وكنت نخدم موظف فهمتني، ولكن ساعه معناها نقول انا تمنيت روحي راني ما قريتش مثلا، راني خدمت ميكانيسيان ولا خدمت معناها صاحب صنعه، خاطر نشوف فيهم كيف قاعدين معناها يخدموا يصوروا فلوس بالكدا فهمت. دونك راه ثماش حاجه مستحيله لهنا، الشاب يكون روحه يتعلم صنعه، الدوله قاعده تعاون فهمتني في بعض مشاريع بعض كذا. الانسان لازم معناها ما يوخرش التالي، لازم يكون معناها جريء، الشاب لازم يرضى معناها بخدمه بالعمل اليدوي. نعم.